السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. الاتحاد السعودي زي ما قلت لحضراتكم بيقبل استقالة هيرفي رينارد مع دفع الشرط الجزائي بسبب توليه تدريب منتخب الكرة النسائية الفرنسي. وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، وكانوا جددوا معاه لسنة 27 وكان ماشي معاه بشكل جيد يعني. وعلى ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد، وتمنى رئيس أعضاء المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة. طبعا رئيس الاتحاد السعودي قالك ما نقدرش نجبر حد ان يقعد غصب عنه، يعني دي رغبة المدير الفني واحنا بنحترم رغبته ونتمنى له التوفيق يعني. ايضا بيبحثوا بعد رحيل هيرفي رينارد عن اسم كبير يتولى تدريب المنتخب السعودي. من الاسماء المطروحه لتولي الاداره الفنيه للمنتخب السعودي بعد هيرفي رينارد والنجاحات اللي حققها وصول لكاس العالم والفوز على الارجنتين في كاس العالم، لازم يكون اسم كبير وله شخصيه يعني وحقق بطولات. طبعا هم عندهم الامكانيات الماديه اللي تسمح بذلك يعني. قال لك الاتحاد السعودي بيفكر انه يتعاقد مع واحد من الاربع الاسماء دول، يا اما زين الدين زيدان، يا اما مانشيني اللي هو مدير فني الايطالي، يا اما خيسوس، يا اما سعد الشهري. ما اعتقدش سعد الشهري ممكن يتولى، لكن زي ما قلت لحضراتكم هو الفضل على الاغلب ما بين الثلاث اسماء زين الدين زيدان ومانشيني، لكن هل هم هيقبلوا؟ طبعا الفلوس تعمل كل شيء يعني، لكن سننتظر ونرى يعني. خالد الغندور بيتكلم عن أشرف بن شرقي ولاعيبة نادي الزمالك وإنهم مش في مستواهم، والزمالك كان عنده مجموعة من اللعيبة، والبعض بيتغنى دلوقتي بطارق حامد كنوع من أنواع بعض الزملكاوية يعني. بيتكلم عن طارق حامد لعب مباراة جيدة يعني في مباراة أمام ملاوي وزي ما سجل أول، فالدنيا طايرين بيه يعني. ومعرفش إيه علاقة الزمالك بيه، اللاعب حاليا في اتحاد جدة، ما قبل كده كان لاعب سموحة. ما الناس جمهور سموحة بقى ولا الناس في سموحة يفخروا بطارق حامد زي الزمالك يعني؟ لكن ما علينا، قصة طارق حامد البعض في الزمالك بيستغله لهجوم على مرتضى منصور يعني. كان في ايدينا لاعب زي طارق حامد وفرطنا فيه، وازاي مش من باب انه يدعم طارق حامد ولا يثمن على نجاحه ولا يبارك له على نجاحه ولا يديله دفعه انه يكمل، لا، ما هي قصة مكايدة. ما انت انا معاكم على طارق حامد واللي بيأدي دوسي ومشيتوه، جه رحت جبته مش عارف عمرو سيسي، ورحت جبته مش عارف دونجا، ورحت جبته مش عارف. على نفس القصة خالد الغندور برضه بيوجه كلامه لجمهور نادي الزمالك، شلبي، وكان عندنا اشرف بن شرقي، واشرف بن شرقي رفض الاغراءات الماليه الضخمه، الاهلي عرض عليه مبالغ طائله لكنه رفض لارتباطه بالزمالك. طب لما هو بمرتبط بالزمالك، طب مرتبط معاه شكله ايه يعني؟ ارتباط بانهي عقد يعني؟ عقد رسمي ولا عقد عرفي ولا مش فاهم يعني مرتبط يعني. طب لما هو مرتبط بالزمالك سابكه ومشي ليه يعني؟ لو هو ما بيبحث عن الاغراءات الماليه سابكه ومشي ليه؟ ها، الاهلي عرض عليه. طب لما الاهلي عرض عليه ورفض بسبب ارتباطه بالزمالك، مش هقول لك يعني علشان الفلوس يا عم ساب، هو بيكره الفلوس ما بيحبش بارتباط ما كملش معاك ليه؟ قال لك لا، اصل هو ما كانش عايز يقعد في مصر. طب ما جيب الناهيه، هو ما رفض الاهلي عشان مش عاوز مثلا، لو الاهلي عشان مش عاوز يقعد، عشان خطيبته ولا بتشتغل في الامارات وهو عايز يبقى موجود في الامارات يعني. يعني لو هو قاعد في مصر كان ممكن يضحي بالزمالك ولا بالزمالك لو الاهلي عرض عليه المبالغ الطائله، لكن فكره ان انا لا مع الاهلي مش عارف ايه، اهلي ايه يا عم؟ الاهلي ده لعبتكم وضحت بيكم وراح النادي الاهلي مش عشان بس مبالغ ماليه، علشان الجرشناه وعشان التاريخ، مش عشان بس الجرش، عشان التاريخ وعشان السي في. يعمل لنفسه سي في، هو اسلام الشاطر ما كان موجود معاك وسابكوا وراح النادي الاهلي، محمد صديق كان موجود معاك وسابكوا وراح النادي الاهلي، طارق سعيد كان سابكوا وراح النادي الاهلي، ها، مش بس عشان فلوس، علشان الاسم والتاريخ. تقول لي يا صيني رفض النادي الاهلي ارتباطه بنادي الزمالك، ابنائكم نفسكم سابوكم. تيجي تقول لي الواحد جاي محترم عليه اصل مرتبط
لكن تاني بقولها، يا بخت اللي جمهوره بيصدقوا زي خالد الغندور، عنده جمهور بيصدقوا. مدحت شلبي بيهاجم او بيشيد بزيزو على حساب امام عاشور، بيقول لك يعني لو مع احترامي للجميع، يعني لو في حد ممكن يحترف من الدوري المصري ها ينفع، ما ينفعش حد غير زيزو. طب ما ينفعش زيزو وجنبه امام عاشور وجنبه ثلاثه اربعه؟ انا مش فاهم انتوا بتفكروا ازاي. واحد احترف خلاص ربنا، طب هات له عرض زيزو. ثم قال لك زيزو وابدع في مباراه. ايه اللي ابدع؟ ده احنا بنلعب ملاوي، ده احنا بنلعب ملاوي. زيزو ابدع، واصل روي فيتوري اخترع له مكان لعبه ما اعرفش فين، وجاب ما اعرفش مين، وكان بيلعب على الاطراف، فصلاح يخش في العمق وده على اليمين، كروش كان بيلعبه ناحيه الشمال، فابدع وظهر. والحقيقه يعني صال وجاو، يعني صال وجاو وجال، يعني اتمنى ان فيتوريا يثبته في هذا الموقف. الاخ مدحت شلبي يعني ايه يا عم مدحت؟ ايه يا عم مدحت؟ لو انا النهارده طلع لي لاعب صانع لعب رقم 10 جيد في مصر، هل هيقعد محمد صلاح وهل هيخلي محمد مع ايه؟ ثم تاني انت بتغني على مين؟ بتغني على ملاوي وجاي بتتكلم عن زيزو في ملاوي؟ على وبعدين واحد محتاج ده ملاوي، لو في احترامنا للجميع اللي ممكن ده زيزو يلعب على اي حد، على امام جار لو يحترف مش امام عاشور، يبقى زي ايه ده؟ ايه العقلية دي؟ يا عم رايح يا عم، كل سنة طيب يا عم مدحت. الأخ بقى هاني حتحول للأسف الشديد يعني اللي عامل فيها مهني، اتكلم عن كابتن محمود الخطيب بطريقة لا تم، وعن مرض الكابتن محمود الخطيب بطريقة ليس لها علاقة بالمهنية. أنا مش عارف إيه المهنية إن أنا أتكلم وأقول تفاصيل ده إذا كانت حقيقية، يعني حتى لو حقيقية ما ينفعش تقول في التفاصيل. واحد مريض اصل هو بيقول لك الكابتن محمود الخطيب وتحمل على، طبعا قلت لكم القصه في الفيديو السابق على القناه، كلمت وقلت لحضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب بسبب الكورونا دي تبعات الكورونا، فعنده التهاب في الشعب الهوائيه والدكتور بيوصيه يريح شويه وحالته مطمئنه، هكذا تحدثنا. الاستاذ هاني هتقول بقى لازم يجود، لا اصله حالته الصحيه وكحه شديده وتم احضار جهاز تنفس خاص بيه وهيخضع لثمان جلسات خلال الفتره، حالته الصحيه غاب. يا عم هاني يا عم هاني، ده ما ايه علاقته بالمهنيه؟ رئيس نادي مريض عنده وعكه صحيه، نتمنى له الشفاء، ربنا يشفيه ومن عليه بالشفاء والحمد ونطمن الناس انما لا ده جميل دي قاعد هيخلي واحد مجنون يطلع يقول لك ده بسبب دعاية عليه، ده هو عشان ظلمني فانا دعيت عليه في الفترة اللي فاتت وفي اول رمضان، رب اول ما طلعت على طول حصل له مش عارف. ما هو طلع برضو المجنون قال لك انا دعيت ما اعرفش على مين، جاله مرض ايه، دعيت على مين مات قبل مش عارف ايه، دعيت ربنا يمن على الكابتن محمود الخطيب بالشفاء العاجل يا رب العالمين، ويحفظه لأسرته ولأولاده ولكل محبيه وللنادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي. دعواتكم لي في هذه الأيام المباركة، ولكل مريض، وربنا يشفي كل مريض، هو زي الفل بإذن الله الكابتن محمود الخطيب يعني. لكن إيه المهنية في كده يا هاني يعني؟ إيه المهنية؟ هنسمع بقى اليومين الجايين بقى المجنون هيطلع يتكلم، أصل أنا دعيت عليه، أصل هو ظلمني وربنا جاب لي حقي ورب إيه ده؟ إيه ده؟ بالنسبة لأحمد حسام ميدو، أحمد حسام ميدو زيه زي كل الإعلام المصري اللي كانوا بيقطعوا في الاتحاد، أنا ما أعرفش، الصبح بكلام والليل في ما كلام، ده بيغيروا آرائهم أكتر ما بيغيروا هدومهم، أنا مش عارف. من يومين كانوا بيهاجموا اتحاد الكورة وجمال علام وحازم إمام يسبح هو في منظومة فاسدة ومش عارف إيه دي. طب وسالت مين؟ قلت طب بالنسبه للدرندلي، طب بالنسبه للبركات برضه منظومه فاسده؟ ما طبعا المنظومه، ولسه ده في اول رمضان، اول حاجه في رمضان كان مستضيفين وما اعرفش مين اتحاد الكوره ودول مش عارف ايه واللي بيحركهم مش عارف مين، وهنا وريده بيعمل ايه؟ النهارده بيشيد ببركات وبيشيد بميدو، بيشيد ببركات وحازم امام واتحاد الكوره، والاعلام كله بيشيد باتحاد الكرة، حتى خالد الغندور زي ما قلت حضراتكم بعد ما شامت في اتحاد الكرة بعد خسارة السنغال 4 للشباب، منتخب الشباب النهاردة بيشيد بيه. طب يعني جمال علام كده خلاص بقى زي الفل تمام، محدش يفتح بقه بقى معاه؟ معاه في ايه؟
في ايه؟ ماتش عادي، منتخب مصر بيلعب ملاوي، مش هنقلل من المكسب لكن مش هنرفع منه قوي يعني. بالنسبه لنادي الزمالك، نادي الزمالك مرتضى منصور واعلام نادي الزمالك قناه الزمالك كانوا اتكلموا، قالوا ان مرتضى منصور يوم الجمعه هيعمل مؤتمر صحفي عشان يعلن عن المدير الفني. في مشكله بالنسبه للمدير الفني وتوفير الدولار في نادي الزمالك، هنشوف هيقدر يوفر ولا ايه. من ناحيه فلوس، في فلوس زي ما اتكلمنا الصبح او امس صباحا عن العقد بتاع تأجير المحل من 2029 ل 2044 يمين يعيش، يعني البنك اللي احد البنوك اللي ماسكها عمرو الجنايني اجره سور ب 109 مليون جنيه، يعني الزمالك توفر فيه سيوله. لكن القصه قصه المدير الفني اللي جاي عايز يقبض بالدولار، الزمالك مش هيقدر، زي صعب انه يوفر الدولار او ما حدش عارف. لكن زي ما بقول لحضراتكم، في مدربين متمسكين انهم ياخدوا بالدولار، والزمالك بيعرض ان المدير الفني ياخد بالجنيه المصري. هل الزمالك هينفذ اللي كان بينصح بيه النادي الاهلي قبل كده؟ واحد زي احمد مرتضى قال لك النادي الاهلي بيجيب مدرب، بيجيب لعيبه بالدولار ليه؟ ومصر بدل ما طلع الدولار، مصر فيها ازمه في الدولار، فاحنا نقف جنب البلد. هل الزمالك هيقف جنب البلد ويجيب مدير فني محلي بالجنيه المصري، او يجيب مدير فني اجنبي ويديله بالجنيه المصري، ولا هو بس اللي يقف جنب البلد؟ النصائح بتاعته موجهه للنادي الاهلي فقط يعني. هننتظر هل فعلا هيقدروا يعلنوا المدير الفني يوم الجمعه، ولا المفاوضات هتبقى صعبه يعني. لكن الاقرب حتى الان تكييز جونياس، في اسمين تاني، واحد ايطالي وواحد الماني، هنشوف الدنيا فيها ايه في النهايه. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.